إذن هذا الشيء، هذا الواقع الفساد هما اللي بغاوه يستمر، وبغاو هذا الشيء الرشوة تستمر. علاش باش تبقى هذه النخبة الفاسدة وهذا التوجه الفاسد في البلاد؟ يبقى حاط يدي على المجتمع وحاقر على هذه البلاد هذه، وتيسنزفوا وتيحلبوا، وحنا الناس بقات كتفرج. والجمعية ما خسرش تبلغ، ما خسرش تبلغ. علاش لا تبلغ؟ لأنه حنا عينية القوم، حنا الناس فوق القضية، لأنه ما تيعتقدوا خصهم تعرفوا واحد القضية. علاش ما كيجيوش على الوشاية الكذبة على الناس الآخرين العاديين؟ ما تيجيوش على التبليغ على الجرائم الأخرى. الضرب رجع شكون تيضرب؟ راه ولاد الشعب. داكشي انتزاع الحيازة، هذا قتل، هذا هادشي ما دواوش فيه. النيابة العامة مالك ليهم؟ تكون وشاية، تكون شكاية، تكون غير تصلي وتلقى مع شي حد تشدو، ما عندنا مشكل. خرجتي غير تصلي، خرجتي من الجامع تلاقيتي مع شي حد، عيد البوليس يشدوهم يديهم. حنا عندنا مسطرة خاصة، امتياز قضاء. علاش؟ حيت حنا خدام الدولة، حنا خدامين مع البلاد، حنا خدامين مع البلاد، خصنا مسطرة خاصة ما يجيو معنا أي واحد. وهذا رئيس النيابة العامة هو اللي كذا، هانتوما شتو كي كتفوا. تغول فين وصل؟ تغول وصل للنيابة العامة. النيابة العامة اللي كانوا الناس يقولوا هي مستقلة هي كذا، هاهما شدوها. الرئيس النيابة العامة جلس في البيرو ديالك وسكت. ما تسمع يعني هادشي، خصكم تعرفوا بأن كان واحد المرسوم في 2011 نور 20 فبراير، دار أقسام ديال جرائم المال العام في المغرب. محاكم ديال جرائم المال العام في المغرب، كاين أربعة ديال المحاكم. كاين الرباط، محكمة الاستئناف ديال الرباط، محكمة الاستئناف ديال الدار البيضاء، محكمة الاستئناف ديال مراكش، ومحكمة الاستئناف ديال فاس. هاد أربعة ديال المحاكم اللي عطاهم هذا القانون أنه يبتوا في جرائم ديال المال العام. جرائم المال العام اللي هي الاختلاس وتبديد الأموال العمومية. هادو دابا بمقتضى هاد المادة ثلاثة باي باي. راه ما قالوش لهم لا لغيناكم، ولكن هاد المادة كتلغيهم. علاش؟ حيت الوكيل العام ديال الدار البيضاء دابا أو لا ديال الرباط عندكم هنا هو مختص في الجرائم المال العام. إلا جاتو شي شكاية واخا تكون موثقة ومقادة، غنقول لك أخويا المادة ثلاثة كتعطي خصوصية رئيس النيابة العامة، غير سيفتها. عرفتي شنو؟ أقصى ممكن يدير إشعار إلى السيد رئيس النيابة العامة، أشعركم وأحيطكم علما بأنه قد رئيس النيابة العامة شخصية يدير حتى هو، غير سيفت مجلس الحسابات ولا شي مفتشية اللي مختصة أحيطكم علما. هاد أحيطكم علما هاد سيركم غير يشد عام، غيخرجوا للبحث عامين ولا ثلاث سنين، غيشدوا عندهم تقرير عامين، غادي يحيدوا التقادم. جيتي كذا، اشنو عندك؟ عندك كذا خبره اي كذا؟ تقادم هادشي، عندك التقادم ولا مات؟ حدا بجر، حيت كاين الناس اللي متابعين من القضاء عندهم الابحاث امام الشرطه القضائيه، عندهم ابحاث امام الشرطه القضائيه، راه بقاو في البحث وفي المحاكمه تماتوا، ماتوا. يعني ما تحاكموا، ما تعاقبوا، ما حتى حاجه، صافي 10 سنين 15 عام وكذا من الحي. اذا باش نختصر لكم هذا الشيء، حنا اليوم كنسجلوا المواقف ديالنا كجمعيه، وكنقولوا للنيابه العامه، وكنقولوا لوزاره الداخليه، وكنقول للحكومه، الا كان شي جمعيه كدير الابتزاز، او الا كان شي جمعيه كدير تصفيه حسابات منكم ليها، كاين القانون، ما تعقلوا على حتى شي واحد، حتى شي واحد ما ترحموا كما كان. وبداو بينا حنا، بغيتو هادشي تغلفوه باش توفروا الحصانه للمفسدين واللصوص للمال العام، حنا راه تنقول لكم ما غاديش نسكتوا، راه غنديروا وقفه النهار 21 شو تنبير امام البرلمان مع الساعه 5، وحنا دابا خدامين مع الاحزاب السياسيه والنقابات والجمعيات، الاحزاب السياسيه الديمقراطيه اللي ضد الفساد، والنقابات والجمعيات والاطارات المدنيه كلها، بغينا نشكلوا واحد الشبكه لمناهضه الفساد في المغرب. حيت هذا الباب بغاو يسدوه، عرفتوا علاش؟ لان الباب الوحيد اللي باقي تيجي لهم من الصداع هو هذا.